أفادت مصادر إعلامية دولية أن أغلبية أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أجمعوا على اختيار المنتخب المغربي لكرة القدم كضيف شرف للمشاركة في النسخة 48 من نهائيات كوبا أمريكا 2024 المقرر إجراءها بالإكوادور. وأكدت صحيفة غازيتا إسبورتيفا البرازيلية أن دعوة المشاركة ستوجه إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وجدير بالذكر أن كوبا أمريكا هي التظاهرة الكروية الوحيدة في العالم اللي كيشارك فيها منتخب من خارج القارة كضيف شرف، وكان المنتخب القطري آخر من شارك فيها بهذه الصفة.